السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة بإذن الله هنشوف مع بعض طريقة اختيار الدور المناسب لصيد الغلة. الدور، عمق الدور، عفش وليه عفش، وإزاي ترمي المراية، وفين مكان المراية، وليه مكان المراية ده أحسن مكان، والعدة المستخدمة، وأحسن وقت تشتغل بيها العدة الخفيفة إمتى، والعدة التقيلة تشتغل بيها إمتى، وإزاي تخف عدة، وإزاي تتقل عدة، وإزاي تختار عدة مناسبة، وازاي تختار العمق المناسب، وازاي تحضر السمكه الكبيره. كل ده يا جماعه باذن الله هنشوفه النهارده في الفيديو ده، بس باذن الله هنشوفه بعد الانترو اللي جاي ده على طول. تابعونا يا رجاله. اهم حاجه يا جماعه في المكان يكون عفش. عفش ازاي؟ شويه عفش زي الجدي، شويه عفش الجهادي. الدور مكشوف معاك اهو، يكون عميق، ليها عميق. كل ما يكون الدور عميق يا جماعه، يعني عميق يعني غويط، كل ما يكون الدور عميق او غويط السمكه الكبيره تحضر معاك، لان السمكه الكبيره بتخاف تطلع على دور مكشوف، لازم يكون عميق. تاني حاجه، لما تيجي ترمي المرايه هنشوف مع بعض هرميها في الناحيه الاول برضو. اول مره ما تيجي تحضر دور جديد، يعني لما تيجي تربي المرايه ترميها جوه شويه، مثلا فين شويه الغله اهو، تمام. ترميش جنب الشط، لان شغال انت شغال مثلا على الترعه ضيقه زي دي كده. الترعه دي لو خست وانت رامي المرايه على الشط، الفرن هتخش تاخد لك المرايه دي كلها، ومن الناحيه التانية مش هتجمع سمكه كبيره. عايز تجمع سمكه كبيره في اول مره، بترمي هنا كده، من هنا كده في حته دي كده جوه شويه، في العميق، في الغويط. ليه بقى؟ السمكه الكبيره هتطلع تخش على المرايه ديت، وهتاكل فيها وهتتعود على المكان. فانت عودت السمكه الكبيره تخش لانك انت مديها امان، مديها برميه في الغويط بتاعها، فالسمكه مش خايفه دلوقتي، وهي بتاكل مبسوطه. انت رامي هنا كده مثلا، رميت انت في الغويط اهو، تمام. السمكه بتاكل جوه مبسوطه ومزاجها حلو. هتيجي بعد كده لما تيجي تعود الدور بقى، والدور يتعود معاك، هتقوم انت رامي في حته مش على الشط برضه، بعد منه كده بايه، ب 20 سنتي، تمام. فالسمكه بقى اللي اتعودت تاكل من الغويط هتتعود تطلع على الشط بره. ما تعودهاش تاكل مع الشط، لا اديها الامان، لا اديها الامان الاول، خليها تاكل من جوه شويه من المرايه الغرقانه. انا كده كده بشتغل على مرايه غرقانه على طول. حضرتك لو عايز تشتغل على مرايه على الجرف، بتتعود على الغرقانه وبعد كده تشتغل على الجرف، عشان السمكه تتعود على امان، يعني تامنها يعني، مش على الجرف على طول بقى. الدور ده يا جماعه غوطه يجي 50 سنتي من على الشط من قبل الاول. انت كده رميت المرايه انت شايف، فده ما شفتش المرايه مش هتشوف السمكه، وده ما شفتش السمكه، السمكه مش هتشوفك، فهتاكل معاك باطمئنان. دور غويط اهو، اهم حاجه الدور غويط. من الناحيه التانيه ان دور عفش. عفش ازاي؟ شايفين جدار الشجره ده؟ السمكه دلوقتي بتقف واقفه تحت منه، عاملاه زي بيت كده. فانت بترمي المرايه هنا، السمكه بالنسبه بين المرايه والسمكه جنب بعض، هتيجي ايه على المرايه، نفس النظام الجهادي، هتيجي على المرايه، تمام. هتخش معاك على المرايه لانها اصلا بايته في المكان ده، غير الدور المسطح اللي هو نازل ميلان ده. مش هتخش معاك على الدور ده غير السمكه العبره، السمكه اللي هي معديه بظروفها كده. عشان كده بقول لكم يا جماعه، الدور لازم يكون غويط ويعفش. من ناحيه السمكه محضره معاك، ومن ناحيه هتخش عليك سمكه كبيره. تاني حاجة يا جماعة، العدة. لو انت يا جماعة شغالين في مياه مثلا نيلي كشفة، لو جيت تشتغل مثلا بخيط المكنة 35، خيط المكنة 30 والرمال 25، ولقيت السمكة بتنقر معاك ما بتسحبش، يبقى انت عايز تخف عدة. تخف عدة ازاي؟ لو انت مثلا شغال بخيط 25 بخيط 30 ورمال 25، ومثلا شغال بسن مثلا 7 أو 6، تخف عد، تشتغل بخيط مكنة 25 رمال 20 سن 8 أو 9. فانت كده بتخلي السمكة مش شايفة، لا شايفة خيط ولا شايفة سن، فبتخش بإيه؟ بغشومية. دي تاني حاجة. تالت حاجة وهي الأهم، إنك لو عايز مثلا عايز تزفر الدور، بترمي شوية علف بس في الغرقانة، ترميش على المرازب نفسها، ارمي في الغرقانة بس، حضر السمكة على العلف، وبعد كده إيه؟ السمكة هترجع على المراية لوحدها. ولازم يا جماعة يكون الغماس حرامي. الغماس الحرامي ده بيبقى صغير جدا، بص يعني ايه، يا مفيش خالص. السمكة بتخش على الطعم او على الغلة، السمك
ما بتحسش بالغماز ده، يعني بالعرق بالبلدي كده بيسرق السمك. الكلام ده كله يا جماعة اللي احنا قلنا عليه ده كله، يعني طريقة البتاع ده والكلام ده وازاي ترش بالغلة وكده للناس مثلا الترعة دي قريبة منك بتعمل كده، الترعة دي بعيدة عليك وهيبقى مشوار انك تروح كل يوم تعلف، بتحط ازازتين العلف اللي قلنا عليهم اللي احنا عاملينهم فيديو، ازازتين العلف واحدة جنب مثلا الجهة هنا كده وواحدة الجهة دي، وتتحط ايه وتصطاد انت في النص. فالازازتين العلف دول اللي هم محطوط عليهم اللي في قلبهم بعيش وغلة وعلف بيحضرهم السمكة في الدور بتاعك لغاية لما تيجي تصطاد بإذن الله. كل ما يكون المية ضيقة الأيام دي بتبقى تشتغل معاك أحلى ما يكون المية واسعة. الواسعة دي ممكن تشتغل معاك حلو بقى في الصيف، بس الضيق الأيام ده يا جماعة بيبقى حلو عن الواسع. حضر معاك سمكة لأن السمك بيبقى كتير والمية قليلة، الواسع السمك قليل والمية كتير. تمام كده يا جماعة. ولما تيجوا يا جماعه، يعني انت مثلا لو رميت الدور رشيت الدور مثلا 3 ايام ولا حاجه وجيت تشتغل عليه وجربه، تقوم رامي برايتك ونزل طعم، لقيت السمكه نقرت معاك في الطعم اعرف ان السمكه حاضره، اركن طعمك وانزل غله. بس اهم حاجه الغله بتاعك لما تيجي تشتغل بسن صغير تحطها في تنقحها 3 ايام اقل حاجه عشان تبقى طريه قوي، بحيث لما تيجي تضرب لو الغله ناشفه السن مش هياكل كويس. لكن لما تكون الغله طريه تيجي تضرب الغلاية بتتفعص بتقوم مهرية، فالسن يعشق كويس بالذات في السن الصغير اللي هو 9 أو 8. يلا يا جماعة، السلام عليكم.